النوميني الأول نسيم. نسيم. النوميني الثاني حنان. يلا يا حلوين، درة هانم لازم تروح تحضر حالها. رح نشتاقلك بس انت الجاسم درة. علشان النهائيات. يا ويلي شو ناطرني. يا ويلي. باي. باي درة. باي يا حلوين. السلام عليكم. مين ده؟ سيم. حنونة. يا جايز بليز بليز. انت كويسة؟ انا كويسة. طب خش غير وظبط نفسك. هايدي بليز. عن جد مبروك. طب ايه؟ مبروك مبروك حبيبة مبروك هايدي. حبيبي احنا جايين عشان كده؟ لا مبروك انا بقول لكم. طب ايه؟ بس انا نفسيتي تعبانة. ايوه دي في خطوط دي احبي بلا قدي وضيعي أقعد في خطوط يدي أحبي لأسبوع. حنان عاملة إيه؟ بنتي أنا مش عايزة أشوف حد والله العظيم. بليز احنا خلاص أوكي أنا عارفة أنت جاية توحشيني. مش إحنا اتكلمنا في الموضوع وكده فاهمة خلاص بجد انا اتكلمنا في الموضوع بس انا تعبانه سوري يا عيني تعبانه قوي. جت فيك يا كوكو؟ جت فيا يا ماما. هيترك حضنك اذا انت طلبتيني عيني قلبي من صدرك اذا منه تعبتي قال يعني رح يترك حضنك اذا انت طلبتيني. حاسس بإيه يا ماما؟ مش حاسس بشيء. أنا حاسس أكتر واحد فينا مبسوط مش عارفة إيه. والله العظيم إذا بقول لك يعني عمري في حياتي ما حسيتك كنت متوتر في الفينومينية. بس المرة دي كنت متوتر؟ بتعرف شو الخبرية؟ أنا ما بدي أطلع نومية ولا مرة. حتى لو ما يعني حتى لو ما أخذت ما بدي أطلع نومية ولا مرة، يعني بدي أخلي هيدا السجل كله هيك إنه مظبوط. قال لك اسمعني عفاكم بغيت نرجع حبيبتي رح تعرفيني انا يا حبيبتي رح يصوتولك بس انا بعمل حاجات غريبه على فكره حبيبتي رح يصوتولك بغيت نرجع عفاكم بغيت اللقب غريب يا حبيبتي رح ترجع اسكت رح تقضي معنا اسبوع كامل بالاكل لا ما بدي ارجع بدي ارجع على المسرح اتغني كمغرب هتقف على المسرح وتغني انا عايزه مغربي لقب مغربي ان شاء الله انا مغربي انا مغربي انا بمثل المغرب من حقه كمان انا بمثل المغرب ومثل تونس ومثل الجزائر ومثل ليبيا ومثل مصر انا مثل الوطن العربي اسكت نسيم فخر المجره احنا اختفينا من برنامج